الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صاحب السمو الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، مما لا شك فيه أن العالم يعيش وضعا استثنائيا وتهيمن عليه جائحة كورونا كوفيد، والتي تعد حتى الآن أكبر جائحة تمر بالعالم خلال 100 سنة الماضية. ولله الحمد المملكة نهجت نهجا فريدا في التعامل مع هذه الجائحة على كافة المستويات والأصعدة. وكلمات خادم الحرمين الشريفين في بداية الجائحة وضعت معالم هذه الاستجابة الفريدة التي يشهد لها كل منصف، حيث قال خادم الحرمين: إننا نعيش في مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها. إن بلادكم المملكة العربية السعودية مستمرة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها. أصحاب السمو والفضيلة والمعالي، كما تعلمون هذه الجائحة فاجأت العالم ولم تكن متوقعة ولم تكن على خارطة المخاطر التي يمكن أن تصيب العالم، وكان هناك مخاطر كثيرة اقتصادية وغيرها وسياسية تعتبر أكثر خطورة من أي جائحة. ولكن بدأت بوادر هذه الجائحة التي فاجأت العالم في نهاية شهر ديسمبر عام 2019 بظهور انتشار حالات التهاب رئوي في الصين، عرفت لاحقا باسم كوفيد-19. ولم يتوقع أحد أن يتحول هذا الحدث إلى وباء، خصوصا أن انتشار لكورونا من أنواع أخرى تم سابقا ولكن كان محدودا ولم يكن لها تأثير عالمي ولله الحمد ذاك الوقت. وهذا جعل انتشار هذا الوباء مفاجأة العالم وأكثر مما كان يتوقع، ويعني كثير من الدول لم تستطيع أن تتعامل مع هذه الجائحة، ورأينا كيف أنظمة صحية متقدمة تنهار أمام هذه الجائحة. ولكن ولله الحمد المملكة اتخذت أسلوبا فريدا ومنهجا مميزا في التعامل مع هذه الجائحة من بداية ظهورها وانتشار أخبارها في يناير من عام 2020، وفي بداية عام فبراير أي قبل أكثر من عام أنشئت اللجنة المعنية لمتابعة كورونا برئاسة وزارة الصحة وعضوية 18 جهة حكومية، وبدأت تتوالى الأعمال. وهذه اللجنة كانت تجتمع بشكل يومي لمتابعة الأعمال والرفع بالتوصيات، والتي كان لهذه التوصيات اهتمام بالغ من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، واتخذ بناء عليها قرارات تاريخية. وكما نعلم المملكة أوقفت العمرة في نهاية شهر فبراير من العام الماضي قبل ظهور أي حالة في المملكة، وعلى الرغم من النقد الذي واجه المملكة في أخذ هذه الاحترازات في بدايتها وقبل ظهور أي حالة، إلا أن الكثير أشاد بهذا الإجراء والاستباقي لحماية ليس المملكة فقط ولكن جميع الدول الإسلامية من انتشار هذا الوباء من خلال العمرة. وهذا ولله الحمد كان له نتائج إيجابية في المملكة وبقية الدول الإسلامية في التعامل مع هذه الجائحة. بعد ذلك المملكة قامت مجموعة احترازات لحماية الجميع من هذه الجائحة، منها إيقاف الدراسة أو الدراسة عن بعد، وإيقاف صلوات المساجد، وإيقاف كثير من أنشطة تجارية، كلها لحماية الجميع من هذه الجائحة. أيضا في الجانب الصحي قامت المملكة وبدعم من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بالإنفاق السخي على القطاع الصحي ليكون مستعدا لهذه الجائحة، فتم إنشاء مجموعة من المستشفيات الميدانية، وتم كذلك التوسع في أسرة عناية مركزة، حيث تم زيادة الأسرة العناية المركزة من 8000 سرير إلى 13000 سرير خلال فقط 3 شهور، أي بزيادة 60% في هذه الأربعة أشهر المقارنة بما أنشئ خلال 70 سنة الماضية. أيضا تم الاهتمام بتوفير اختبارات وفحص كورونا للجميع وبسهولة، والذي ولله الحمد سهل العالم وكل القاطنين المملكة الفحص والتأكد من الإصابة بها، حيث تتاح لأي شخص الذهاب إلى أي
عيادة من عيادة طمن موجودة في جميع أنحاء المملكة، أكثر 230 عيادة ومراكز فحص تأكد التي يمكن الفحص فيها للشخص من خلال وجوده في سيارته حتى يكون فحص سريع وتظهر النتائج عادة في المتوسط خلال 12 ساعة، وهذه حقيقة تعتبر زمن قياسي مقارنة بما يحدث في الدول المتقدمة. كل هذه الجهود والألحام ساهمت في السيطرة على هذه الجائحة وتقليل أعداد الإصابات وتقليل الوفيات، ولله الحمد هذه نقطف الآن ثمر هذه الجهود، وبالتأكيد نحن لازلنا نعيش هذا التحدي، والمملكة ولله الحمد كانت من أوائل الدول التي حصلت على اللقاحات وبدأت إعطائها للجميع في المملكة بسواسية، سواء المواطنين أو المقيمين، والمملكة بمشيئة الله سوف توسع في إعطاء اللقاحات وبشكل موسع لضمان سلامة الجميع. وفي الخاتمة أقول كل ذلك حدث بفضل الله ثم بفضل إدارة البلاد الحكيمة في ظل قيادة ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان يحفظهم الله، وكافة الجهات الوزارية والإدارية المعنية، ونقدم حقيقة جهود التي تمت في الحرمين الشريفين بقيادة رئاسة الحرمين الشريفين وكذلك وزارة الحج والعمرة وبجهود رائعة وداعمة من وزارة الداخلية. أكرر شكري وتقدير لكم جميعا على هذه الندوة المميزة والتي تساهم في التعرف على هذه الجهود والاستفادة منها في المستقبل لحماية الحجاج والعمرة من أي وباء أو أي داء يمكن أن يحدث في المستقبل. شكرا لكم.